السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه المشتريات اللي خديت من المغرب كيف ما وعدتكم قبل. واخا ما كانوش بزاف ولكن بغيتكم كوميم تاخذوا واحد ليدي. اول حاجه غنبدا بها خديت هادو اللي كنهزو بهم الريدو من جنيبات، هما في الكحل وفيهم لارجونتي وفيهم حتى دوك لي ستراس، عجبني الشكل تاعهم بزاف وحتى القياس اللي كنت كنقلب عليه، يعني بغيتهم شويه كبار باش يجيو باينين. الثمن ديالهم كانوا 80 درهم يعني رخاصين بزاف، لانني انا ديجا ديت وحدين في الكغي وكنت لقيتهم هكا شويه غاليين يعني ب 4000 ريال، ما عرفتش يعني السبب علاش، واقيلا حيتاش الوقت اللي خديتهم كان الصيف، الصيف كيكون شويه هكا الغلا. وخديت هادو اللي كيتفيكساو في الحيط وكنعلقوا فيها هادو اللي كنجمعوا بهم الريدو اللي وريتكم قبل، الثمن تاعها كان 25 درهم يعني الوحده، راه ديجا ديت وحده على شكل خميسه دابا بدلت الشكل. وخديت هاد الطبيقه اللي هي كتشوفوا في لارجون دي ديال الفضه شويه كبيره، كنت محتاجاها هكا على ود العرضات او المناسبات، ما كنلقاش فاش كنحط الخبز او هكا الكاطو، عجبني هكا الشكل ديالها. الثمن تاعها كان شويه غالي، كانت 5000 ريال، ولكن كيف ما كتعرفوا الفضه اصلا كتكون هكا شويه غاليه، وديت معها واحد الغبره اللي ما صورتهاش هي باش كيغسلوا الفضه، يعني كتجي سهله في الغسيل ديالها وكتبقى ديما كتلمع يعني ما كتكحلش. وخديت كذلك هاد الطبيصلات ديال الفخار اللي كتشوفوا، قياس كبير وقياس صغير، كل واحد خديت منه 4، عجبتني بزاف هاد الرشيمه اللي فيه وكذلك لي كولور، سورتو ان الكوزينه عندي في الكحل والبيض، دونك القياس الاول اللي شفتو هو الصغير وهذا هو القياس الكبير. انا اصلا من الناس اللي كيعجبوني بزاف الاواني ديال الفخار، الرشمه اللي في الكبير ماشي اللي في الصغير ولكن جايه مع بعضياتهم، دونك الصغير ديته ب20 درهم والكبير ب40 ديتهم من الهديم. وخديت هاد لابات صغيره حتى هي ديال الفخار بنفس الرشيمات ديال الطبيصلات، الثمن ديالها كان 15 درهم، مازال ما عرفت شنو غنستعمل فيها ولكن غالبا غتكون في الكوزينه. وهذه كنت ديجا وريتها لكم في المشتريات الاولى دايره فيها انا الملحه، كانت هرست ليا الاولى، دابا عاود خديت واحده اخرى جديده والثمن ديالها كان 20 درهم كما قلت لكم قبل في الهديم عند الناس اللي كيبيعوا الفخار. بالنسبه لهاد الحويجات اللي غتشوفوا دابا اللي هما خاصين بالكوزينه، شريت التوب بوحدي هكا ودفعتو الخياط خيطوا لي، دونك درت منهم خيدات هكا 40 على 40 ودرت تسافيت اللي 50 على 30 وهكا صباعيات وهذوك اللي كنحطوا عليها الاشياء اللي كتكون سخونه. هاد التوب هذا قلبت عليه هنا في المانيا، يعني كنت بغيت ناخذهم هكا واجدين ولكن ما لقيتهمش، دونك لقيتو هكا بازا وانا قلت علاش لا ما ندفعهمش هاد الخياط، دونك التوب تقام عليا ب 40 درهم للمتر والخياطه ما كاملاش 30 درهم. هاد الاشياء كلها اللي شفتو اليوم في هاد الفيديو خديتهم غير من مكناس واغلبيه من المدينه القديمه. بالنسبة ليا التوب كاع في هاد المشتريات كلهم هو هاد الحنبل اللي كان محمقني وعجبني بزاف، كنت قلبت وقلبت حتى عييت وما كنتش لقيت الشكل اللي كيعجبني، كنت كنلقى هكا اشكال ما عجبنيش وكذلك الوان حتى هما، والقياسات كنت كنلقى كبار او صغار، دونك هذا طحت فيه غير بالصدفة، خديته من واحد القصارية كاينة في المدينة القديمة، هذه القصارية كيبيعوا فيها داكشي اللي خاص بالطرز وكذلك هاد الحنابل، الثمن ديالو كان 1200 درهم، صراحة شوية غالي ولكن يستاهل لأنه ديال الصوفة الحرة، وداخل فيه كذلك شوية ديال القطن اللي كتشوفوه بيض، وهذوك الموزونات الصغيورين. بالنسبة للبنات اللي ساكنين في هكا النواحي الخميسات أزرو وخنيفرة يعني في الأطلس المتوسط، هذيك هي البلاصة ديالهم، يعني غيكون الثمن تاعهم شوية ناقص، وكذلك البنات اللي فيهم الحساسية ديال الصوفة ما ننصحكمش به، والقياس ديالو فيه 2 متر على 1.60 متر.
اخر حاجه في هذه المشتريات هو هذا التابلو اللي ماشي خديته هكا واجد، دفعته يتصاوب عند واحد السيد كان في طريق مرجان حتى اطلس بوا. الثمن ديالو كان 800 درهم، والقياس اللي فيه 1.50 متر على 80. هو غادي شويه لذاك الطابلو اللي شفتو عندي معلق في الكحل حدا سالا مونجي اللي كنتو سولتوني عليه، غير هذا انا صبغتو بالبيض لانني بغيت نستعمله هكا في بيت النعاس. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم وتكونوا خديتوا منها فكره. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. وخليتكم على خير.